محمود انت معايا ان احنا دايما نأسلم القضية، يعني نخليها قضية اسلامية، يعني نخليها انت يا استاذ محمد سيبني من ساعتها يوم ما تسألني تقوم من ايه لسؤال كمين، اديني كمين سؤال ملغم كده اللي هو خد السؤال اهو وانا بقى المفروض دلوقتي معايا السؤال ارجع اقول اسلم ارجع قول يبقى كده انت سكت اخوانا ومش عارف اقول لا ما اسلمش هيقول لك انت علماني اخوانا كلنا مسلمين ليه اخوانا كلنا مسلمين انا مش عارف اتحرك ازاي باك ده ما ينفعش تدرس هديك مثل صغير على الاسلام السؤال بعد هديك بس خليه يجاوب لا بس مثلا على فكره هو كان بيعمل كده في التصوير طب بعديه بعد سعد بعد سعد اتفضل جاوب على السؤال انت هسك لقيته انت تخنا جاف عايز اتفضل لا لا قول 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 انت اللي على هوا شوبان قول يا حبيبي اقول انا في الحاجات اللي زي ديت عندي يعني حاجه بعملها ان انا بجاوب اجابه مالهاش علاقه بالسؤال بس بجاوب اجابه كامله وتحسها متناسقه يعني فانا شايف ان موضوع الخير جوانا هو الخير جوانا لا شك في ذلك بس كل واحد يعمل يعني يعمل اللي عليه يعني انا الخير جوانا كلنا مسلمين ومسيحيين يعني الخير جوانا كلنا مسلمين ومسيحيين بس انا شايف لو يعني في يعني ما حدش يقدر ينكر ان في مجال عام من الاحباط لان في فشل كتير وفي يعني كرب وفي فقر وفي غلاء وفي يعني في حاجات كتير بيحصل فلو احنا بس استسلمنا على الاثنين على المسلمين والمسيحيين صحيح استسلمنا ان احنا نبص للواقع نظره عامه كده احنا يعني هنكتئب وهنحبط لكن لو كل واحد بص جواه كل واحد يعمل اللي عليه يعني يعمل اللي عليه ويقوم بدوره وبتاع يعني هيبقى ساعتها ساعتها هنشوف نتيجه افضل نتيجه احسن احنا كممثلين هنعمل اللي علينا ونمثل وقررت نكملين تفتح لنا يعني هي يعني هي فلسطين أكتر من مرة. فلسطين الست فدان بتوع المسجد الاقصى ولا هي القدس كلها لا طبعا يعني قضيه يعني القضيه الفلسطينيه او القدس يعني قضيه اسلاميه مش قضيه مش على قد كام شبر ولا قد يعني لا بس برضو القدس دي فيها الكنيسه وفيها مسيح مسلم تخص العرب ونحافظ عليها ونحميها يا عم طبعا يعني مش قضيه اسلام بس لا ما هو دي قضيه المسلم ان يحافظ ويحمي الكل انا بساله هو دخل مصر طيب انا بساله هو يا مدام الهام هو خلاص يا جماعه ما عادش يعني استرني وبيسالني لا انا بساله انا بسال حضرتك السؤال هو لما اقول ان القدس يعني قضيه اسلاميه يعني لا يعني ذلك ان انا بقول ان هي يعني المسيحيين ما لهمش دعوه لكن يعني ان بقول ان على كل المسلمين حمايه القدس باعتبار انا راجل مسلم يعني مقدساتها عشان هي حاجه قدسيتها يعني انا ممكن اسيب لك البرنامج ايوه انا يعني لما اقول ان هي قضيه العربيه والاسلاميه المسيحي والمسلم كلامي هي قضيه الامه العربيه والاسلاميه كلامي لا ينفي ان يعني لا ينفي ان المسيحيين لهم دعوه بس انا بقول ان هي قضيه اسلاميه فعلى كل المسلمين ان هم يهتموا بيها هو مش هو عايزك يا محمود طب هو مش احتمال عايزك تقول قضيه اسلاميه بس عشان يفصلك عن المسيحي وبالتالي تبقى دي قضيتك روح البس لا هي يعني القدس قضيه عربيه اسلاميه يعني المسيحيين اكيد لهم يعني دور ولهم مقدسات هناك مع يعني زيهم زي المسلمين وانا مش عارف حضرتك دخلتني في السؤال ده ازاي ولا احنا بنعمل ايه عايز اتكلم في نقطه هنا خلاصه الكلام الاستاذ محمود ان حضرتك سيدنا عمر قالها لقد اعزنا الله بالاسلام تمام يا فندم فان ابتغينا العزه في غيره اذلنا الله مش ابتغى حاجه انا بتكلم على بنتكلم على في مواطن جنبك مسيح هو احنا قلنا عضويه مسيحيه اسلامية بس لا 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 السؤال ده مش هسمح بحاجه السؤال ده توجهه للمسيح يا جماعه عن غير على فكره قول للمسيح اللي في فلسطين يا استاذ محمد اسال المسيح الفلسطيني هيقول لك انا عايز المسلم هو اللي دلوقتي اي حكم انا احسن حكم كان عليا الحكم تمام يا فندم هو يعترف بذلك المسيح يقول احسن واسهل عصور ما يجيبكش في حاجه وحشه يا استاذ ايمن قاعد ليه كده اتفضل يا استاذ هم اي حكم ديكتاتوري اي حكم بيحاول يسيطر فرق بياخد من المبدا فرق تسود الصراع اللي عاملينه في مصر هو صراع ما بين العسكر والاخوان وحطوا الصراع وصفوه على الحته دي بس شعب مصر فين التقسيمات والتصنيفات دي هي من افشلتنا انما احنا مصريين مسيحي مسلم ملحد ليبرالي علماني مش عارف ايه مصريين قضيتنا مصر كل واحد ليه ايديولوجيته يقدر ياثر بيها ياثر وليس للاسلام وكيلا على الارض ربنا وكله فبالتالي لابد هنا ان الاسلام ده ربنا سبحانه وتعالى غني عن ان هو لو عايز يهدي الناس كلها يهديها طبعا كلها طبعا. انما الاسلام ده لابد يجي بال 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 يعني بطباع المسلم باخلاقيات المسلم بتفوق المسلم يعني محمد صلاح كلاعب ربنا سبحانه وتعالى
جعله سبب لأنه يدي مثال للمسلم الحق في سجدته بعد كل هدف. ده بيعمل بيقول لك ده مسلم في إخلاقياته وفي تفوقه، ده مسلم. ولا ننسى أن علماء الإسلام كان لهم تأثير على العالم كله في كل العلوم. لا، وإن الحضارات الإسلامية كلها استوعبت كل الأديان في كل العلوم. أيام افتكر أوروبا المظلمة، لا افتكر أوروبا المظلمة، افتكر أوروبا المظلمة أيام ما كان الإسلام في علماء في الجراحة وفي الهندسة وفي الطب وفي كل شيء. على كل حال أنا حبيت أقولها.